حبيت اشوفك قبل ما اسافر عشان اقول لك ان عمري ما حبيت ولا هحب حد غيرك. معقول حبنا ينتهي بالسرعه دي؟ من لحظه ما اتقابلنا وحبنا من غير امل ما كانش ممكن نتجوز، لاني ما كنتش حابه انك تسيب مراتك ولا كنت حابه انها تشاركني فيك. محمود انا هطلب منك طلب، كل ما الشمس ما تغرب افتكرني. ما تنسوش اول ما توصلوا عمان تبقوا تطمنون عليكم. حاضر. عمي لو سمحت تشوف الشنطه لما اخلص الباسبور. طيب انا اذنك يا واحده. اتفضل. منى، محمود كان اداني اخر روايه كتبها وحلفني ابقى اديها لك. انا خفت اديها لك قبل كده عشان ما تسببش اي اشكالات. خلي بالك من نفسك. ناس كتير ومفيش حاجة بتستخبى. حياتك قبل الجواز ملكك، ماليش اني اتدخل فيها، لكن حياتك بعد الجواز اصبحت ملكنا احنا الاتنين. انا عمري ما غلطت في حقك، لا قبل الجواز ولا بعد الجواز. اذا كان قرايتي للرواية دي ضايقتك فانا اسف. ايه فايدة انك تحرمني منها وكل كلمة فيها وكل حرف مطبوع في قلبي؟
ايه اللي نزلك دلوقتي؟ مش عارفه ان السلالي متعبه ليكي. انا قلقان عليك يا محمود، عمري ما شفتك متضايق، في حاجه مخبيها عليا؟ لا ابدا، بس في روايه محيراني مش عارف اوصل لنهايتها. يا ريتني اقدر اساعدك يا محمود. يا ترى يا محمود بتفكر فيا ولا نسيتني؟ اني اذكرك ليس فقط عند الغروب، ولكن في كل وقت، في كل لحظة. اني سانتظرك على مر الزمن، ولست املك الا ان اهتف باسمك، وارجو ان تذكريني كما اذكرك انا الان. وانت يا منية النفس الدائمة الخالدة، يا توأم الروح في كل زمان ومكان، مهما نأيت ومهما هجرت فاذكرني. لم يعد يا حبيبة القلب سوى أحلام اليقظة أكثر منها ذكرياتك، وأصطحب نفسي وآلامي إلى حيث وددت أن أراك وأناديك كما تعودت أن أناديك. منى، أنا بحس إنك دايما في الغروب بتسرحي، وبشوف في عينيك الحزن. فعلا لما الشمس بتغرب بحس بالخوف. الحكاية دي من أيام ما كنت صغيرة، كانوا بيقولوا لي لما الشمس بتغرب بتموت، وإن كل شيء في الدنيا لنهاية. وحاولت أن أنساها مع غيرها، حاولت، ولكني وجدت أن لقائي معهم لم يغير من حياتي. كنت أجلس صامتا شاردا، وصورتها لم تفارق مخيلتي لحظة واحدة. ومرت الأيام والشهور، وعدت إلى منزلي كما يعود الطير الجريح إلى وكره. وفي الوكر وجدت الصابرة الساكنة تنظر إلي في تساؤل صامت، ولا شك أن شرودي أثار دهشتها، ولم تسأل ولم تخطأ، ولكنها كانت ترى وترقب، ترى ما الذي كان يدور في ذهنها. النبض طبيعي والقلب متكافئ، بس تعبان يا دكتور. من ايه لا سمح الله؟ حاجات كتير ما تتوصفش. حاسه ان حياتي الزوجيه بتنهار. انت عارف ان انا ومحمود بقالنا 10 سنين متجوزين. حياتنا بقى فيها فراغ، والفراغ ده مش ممكن يتملي الا بالاولاد. ده الشيء اللي لازم ترضي بيه. انت عارفه ان الحمل فيه خطوره على حياتك. يعني كام في المية؟ المسألة ما هياش عملية حسابية. يعني في أمل؟ الأمل دايما موجود. إحنا الدكاترة من واجبنا إن نحذر المريض. الولادة تحتاج لعملية، وأخشى إن القلب ما يستحملهاش. وأرجوكي ما تفكريش في مسألة الحمل دلوقتي. هيفرحك ويفرح عني. انا مستنيه ولي العهد.
طبعا عبد الرحيم عايز ولد، لكن انا بتمنى من قلبي تكون بنت. ادعي لي يا شهيرة وما تقطعيش الجوابات. انت متأكدة؟ ايوه. طب وليه خبيتي عليا؟ كنت عارفة انك هترفض. ازاي تعملي كده وانت عارفة مدى خطورة ده على حياتك؟ محمود، من مدة وانا حاسة انك متغير، دايما سرحان معايا ومش معايا، زي اللي يكون ناقصك حاجة. حبيبتي انا مش ناقصني حاجة. حياتنا ناقصة حاجة، البيت ده ناقصه حاجة، لإمتى هنفضل من غير طفل؟ إرادة ربنا، لو كان عايز يدينا أطفال كان ادانا. حبيبتي انت حياتك بالنسبة لي أغلى من كل شيء. أنا راضية باللي عملته. بس أنا مش موافق. إحنا ناخد رأي الدكتور واللي يقول عليه هو اللي ننفذه. الدكاترة مش كل حاجة. أنا عندي أمل كبير في ربنا. مش يمكن تحصل معجزة. محمود، إذا كنت بتحبني صحيح، ما تحرمنيش من الأمل ده. غلط. غلط. مالك في ايه؟ مش عارفة، حسيت بخنقة في صدري. احنا هننزل مصر امتى؟ قريب ان شاء الله. قريب يعني امتى يا عبد الرحيم؟ امتى هننزل مصر؟ منى مالك في حاجة؟ مش عارفة، قلقانة ومقبوضة يا عبد الرحيم، قلقانة. بس بس. هننزل في اقرب فرصة ان شاء الله. هدي نفسك بقى. حصل له ايه يا دكتور؟ انا والده عنده نزيف في المخ، عمل له شلل نصفي. يعني في خطر على حياته؟ ربنا كبير، قدامنا 48 ساعه. لو توقف النزيف هيبقى في امل كبير ان شاء الله. ربنا موجود، بس السمحتوا اسيبوه يستريح. حاضر. يلا يا ليلى. انا هفضل جنبه. المرة دي هتقعدوا معانا على طول، مش هنسيبكم تسافروا تاني. خلاص، نقدم التماس لوزارة الخارجية. مبسوطة مع جوزك؟ بكرة لما تشوفيه هتقولي شهيرة عرفت تنقي. وسام عاملة إيه؟ في الكويت وهتيجي قريب في إجازة. كنت مترددة، عاوزة أسألها عن محمود، لكن السؤال فضل في قلبي. يلا يا شهيرة. مش معقول يا عمي، لسه بدري. معلش عشان تسيبكوا ترتاحوا. ما تنسوش يا عمي، بعد بكره السهره هنا. ان شاء الله.